خلينا نحكي عن الافينيتي. افينيتي لوز، الافينيتي لوز مهمه في الفانز والبامبس، وجيد انكم تكونوا عارفين عنها في هذا السياق. راح نحكي هون فانز اند بامبس. افينيتي لوز، الافينيتي لوز بتحكي عن اذا كان عندي فان او بامب وعملت لها رانينج ات سبيد 1 يعني ان 1، وبعدين عملت لها رانينج ات سبيد 2 ان 2، فعندي هون راح يصير في فلو نسميه اف 1، وهون راح يكون عندي فلو اف 2. يعني انا مسكت بامب او مسكت فان ولفيت هاي الفان على سرعه معينه N1 أو N2، وكانت نفترض مثلا إنه N2 أكبر من M1، N1، إيش راح يصير بالفلو؟ إذا كان عندي فلو معين على N1، قديش راح يكون الفلو على N2؟ نفس الريشيو. واضح هذا السؤال؟ فالأفينيتي لو بقول إنها هي نفس الريشيو، فبقول إنه F2 كفلو، ونفترض F2 مثلا كيوبيك متر مثلا بير سكند فرضا، أو كيوبيك متر مثلا بير أور، أو ليتر بير مينيت، وات ايفر اللي كانت لها. وهذا طبعا هون راح تكون مثلا الوحده هون ار بي ام مثلا ار بي ام. فالسؤال بقول قديش اف 2 اذا انا عارف ان 1 وان 2 واف 1. السؤال واضح؟ الكل فاهم السؤال؟ ببساطه هون من هاي ابسط جواب نجاوبه اللي هو اف 2 بتساوي ان 1 ان 2 على ان 1، فبتتناسب مع الهاي. او بنقدر نقول انه الفلو فبزيد معي الفلو. هلا بنيجي بنسال بعدين السؤال، بنقول طيب اذا كان عندي هون كنت حاطط انا تي 1، قديش رح يكون تي 2 المطلوب اني احطه؟ واضح هذا سؤال مختلف الان، هذا الفلو. بسال بعدين طيب التورك اللي هو تورك هون، تورك ونفترض انه التورك وحدته نيوتن متر، التورك هون وحدته نيوتن متر. هذا السؤال بنسأله، فبنسأل الآن عن T2، فعندي T2 راح يساوي T1 N2 ربيع، أو بمعنى آخر إنه التور تناسب مع، فإذا ضاعفت السرعة إيش بصير بالتورك؟ أربعة أضعاف. وبعدين باجي بسأل عن الباور، فعندي بقول عمالي P2، فP2 بتساوي P1 في N2 على N1 أو بمعنى آخر الباور تناسب مع مكعب السرعة. وآخر إشي بنيجي بنسأل عن النويز، إيش النويز؟ يعني الأودبل نويز. وخلينا نسميه نويز كابيتال N مثلا، فN2 راح يساوي N1 لذلك الصوت بيرتفع، برفع السرعة، لما برفع السرعة بيرتفع بشكل هائل لأنه عماله بتناسب مع القوة الخامسة للسرعة. أوكي واضح؟ هدول اسمهم الأفينيتي لوز. فالأفينيتي لوز بتقول إذا زدت السرعة بالتناسب بنفس التناسب معها راح يزيد الفلو، بس التورك راح يزيد مع مربع السرعة. فإذا ضاعفت السرعة بدي التورك أربع أضعاف السرعة، وإذا ضاعفت السرعة بدي ثمان أضعاف الباور. حتى واضح فاهمين؟ لو أنا عندي هون خليني أرسمها بشكل بسيط هون، لو كأني عمالي بقول أنا عندي فان مركب على طرف هذا الشافت، وهذا الشافت بلف بهذا الشكل، وهون عم بتحقق فلو. أوكي هون عندي فلو إن مثلا ليترز بير مينت فرضا، فهذا الفلو إن ميترز بير مينت عماله بيمشي هون. إذا هون أنا زدت السرعة، كانت السرعة الأولى N1 وزدت السرعة ل N2 الفلو بتضاعف، بس التورك اللي بدي احطه تي او تاو اللي بدي احطه هون اللي بحطه على الشافت راح يزيد باربع اضعاف، والباور راح تزيد بثمان اضعاف لان راح تنضرب في اوميجا. وبعدين اخر شيء النويز راح يتناسب مع القوه الخامسه للنويز، فراح يطلع نويز عالي، صوت عالي لما بخلي السرعه
عالية. دكتور، نعم. دكتور الباور مش 6 اضعاف بتصير؟ لا ما تكفيش. 2 في 2 في 2. آه. هذا 2 في 2. هذا 2. وهذا 2 للقوة 5 اللي هي 32. 32 مرة بيرتفع النويز. ولذلك مزعج الصوت هذول بصير مزعج لما برفع السرعة.